بيبدأ فيلمنا عند ايرون مان لما جاب سبايدر مان لكابتن امريكا، وده هابي مساعد ستارك اللي هو ايرون مان. وادي الحتة لما سبايدر مان خد الدرع بتاع كابتن امريكا ويحصل حرب ساعتها بين الفريقين، وهتخلص لما كابتن امريكا يخلع بالطيارة. كل ده مش مهم عندنا، مش تبع الفيلم بتاعنا اصلا. وبعدها ستارك بيوصل بيتر لبيته وبيديله البدلة اللي صنعها له وشوية نصايح كده، بيتر ما بيفهمش منهم اي حاجة. اكلمك راجل لراجل ولا الزقك على امامك؟ بصوا عشان تفهموا لازم تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتسيبوا الباقي علينا. نرجع لبيتر بعدها بشهرين، بيرجع لحياته العاديه وبيبقى زهقان وحاسس بفراغ، عايز اي اكشن يحصل. وده عيل كتله معاه في الفصل بيبيض عليه، وده صاحبه تيخه زي ما تقول كده بيست فريند، ودي ليز البت اللي معجب بيها مع انها طول منه. بنشوف بيتر بعد ما بيخلص المدرسه بيلبس البدله بتاعته ويروح يدور على اي منكش. واحد بيسرق عجله، ناس تشوفه تقول له تشقلب كده وحياة امك، يوسف للناس شوارع، واحد مش عارف يفتح عربيته يفتكره بيسرقها، الفراغ يعمل اكتر من كده والله. واخيرا بيلاقي جريمه سرقه بجد بتحصل، بيروح يلاقيهم الافنجرز اللي هو نفسه يبقى منهم. ازاي بقى؟ ومعاهم اسلحه بس متطوره شويه، ضربه واحده منها فجرت البنك ومحل الفطير اللي قدامه. انا عملت ايه؟ فبيسيبهم يهربوا ويروح ينقذ صاحب محل الفطير عشان هو يعرف، وبيشتري من عنده فطير جامد. بعدها بيتصل بهابي ويحكي له، هابي هيكبر دماغه ويقول له ابعد عن اي حاجه خطيره. وهو راجع مش هيلاقي شنطته اللي فيها هدومه، فهيرجع البيت بالبدله وهو بيتسحب، ويدخل اوضته ويقفل الباب، يلاقي تخ قاعد له في الاوضه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويعرف ان هو الراجل العنكبوت المشهور على اليوتيوب. بيقلع البدله بسرعه ويحاول يهديه قبل ما يعمل له نوش. تخش عليهم عمته الجامده تقول له البس حاجه، وانا لو مكانه كنت قلت لها ما تقلعي انت، ولو بريتي هدفيك جامد يا بلحان. تخه بياكل ودانه ويفضل يساله اسئله وجوديه، وبيتر ما يردش عليه ويحلقه. وتاني يوم وهم في المدرسه بيعملوا زي تمارين صباح كده، بيسمعوا ليز البت اللي هو معجب بيها بتقول انها بتحب الرجل العنكبوت ونفسها يشبكها بشباكه. فتخه بيتسحب من لسانه ويقول لهم بيتر يعرف الرجل العنكبوت يا جماعه، ومش بس كده ده كمان عارف مكان شباكه. انت مال امك؟ هتقول له خلاص انا النهارده بالليل عامله حفله عندي في البيت، هاتوا معاك وتعالى. وفعلا بيروح الحفله بالليل وبياخد تخه معاه، بس بيكون واخد قرار ان الرجل العنكبوت مش لابهار الناس في الحفلات، بس بيجي الواد الكتله يسف عليه في المايك ويروش انت عايل بيض. فيرجع في كلامه ويروح يلبس البدله، ولسه هيخش الحفله بيشوف زي انفجار غريب كده، فبيفكس الحفله ويروح لاكل عيشه. هيروح هناك هيلاقيهم الجماعه بتوع البنك بيعملوا صفقه اسلحه، المهم بيضربوه ويجروا. بيفضل متشعبط فيهم بشباكه، هيتصلوا بالزعيم بتاعهم اللي هو الراجل المجنح، فهيمسكوا من قفاه وكان طالع بيه القمر، لولا البدله كان فيها نظام حمايه انقذته. هيغمى عليه ويقع في الميه، هيجي ايرون مان ينقذه، وبعد ما ينقذه هيقول له مش هابي قال لك ابعد عن الخطر، وانت مش مؤهل اصلا للحاجات ديت لسه، ولو شفتك حطيت نفسك تاني في حاجه زي كده انا هسحب منك البدله وهحرمك من الميراث يا كلب. وكل ده ما كانش جاي له بنفسه، كان بعت له الطيار الالي. هيحبط ويروح، وهو راجع هيلاقي قطعه من اسلحه الناس دي واقعه، هياخدها ويلعب فيها شويه لحد ما يعرف انها اسلحه الفضائيين من معركه سوكوفديا بتاعه الترون. هيلاقي العصابه عنده في المدرسه عشان يرجعوا القطعه ديت، فهيراقبهم ويرمي عليهم جهاز تتبع، وبالصدفه هيطلع المكان اللي فيه الاشرار دول قريب من مكان المسابقه اللي عاملاها المدرسه بتاعته في واشنطن. هيروح هو وتخ المسابقه معاهم، وهيشيل جهاز التتبع اللي في البدله بتاعته عشان هابي ما يعرفش هو رايح فين وجاي منين. اول ما يخرج من الاوضه هيلاقي البت ليز جايه عليه بتجري بالمايو، وهتقول له اضرب مايوهك وتعالى الليله خراب يا زميلي. هيقول لها شكرا شكرا انا رايح اذاكر. انت هتكفر ياض. ويلبس البدله بتاعته ويفضل يبص عليهم من فوق وهم بيبلبطوا. واول ما بيشغل البدله هيلاقيها بقت شغاله بنظام جديد، وفي واحده بتتكلم معاه من جواها، هيسميها سيده البدله. وهيلاقي البدله بقى فيها مميزات كتير ما كانتش موجوده في الاول، زي انه يقدر يشوف ويسمع الناس البعيده عنه عن طريق تفعيل نظام الاستطلاع المحسن. هتقترح عليه وضعيه القتال المطور، بيوافق زي اللهبل على اساس ان هو داخل على خناقه وكده. هينط ويطلع الشبكه بتاعته، هتتضرب على شكل قذايف شبكيه سريعه. هيبص في الاعدادات هيلاقي 576 خيار لاطلاق الشباك، هيفضل يختار ويجرب ويحتار لحد ما هيغلب حماره وهيخليها تختار عشوائي. وبنشوف العربيات التريلا اللي العصابه مستهدفاها بتيجي، والزعيم بتاعهم طاير وراهم بالاجنحه اللي صانعها من اسلحه الفضائيين اللي لقاها. بيرمي زي اربع بيضات كده على صندوق العربيه بيمكنوه انه يدخل جوه، وبياخد اللي محتاجه ويطلع. يلاقي عنكب ينتش منه الشنطه ويقول له دي مش بتاعتك، ويتخانق معاه، وفي الاخر يتحبس جوه العربيه عشان البيوض اللي عملت الفتحه وقعت معاه جوه العربيه. وبيغمى عليه، يفوق يلاقي نفسه في مكان مقفول عليه، هيحاول يخرج منه ما يعرفش. هيقعد يتكلم مع الست اللي في البدله ويسميها كارين، وبعدها يقلب في الشنطه اللي كان بيحاول يسرقها الرجل المجنح، بيلاقي بتاعه متوهجه كده يعني هايجه زي اللي معاه منها. كارين هتقول له البتاعه دي عامله زي القنبله وهتنفجر.
هيتخض على تخ صاحبه اللي معاه القنبله وهيلعب في نظام القفل ويعطله ويخرج ويروح المكان اللي هما فيه، يكون اصحابه في اسانسير والبتاع مع تخ في الشنطه هتنفجر، بس انفجار بسيط كده يعني تخرم سقف الاسانسير بس، ويكون فاضل له حبه ويقع. هيكون هو بيتسلق في البرج اللي هما فيه ويوصل لاخره وما يعرفش يخش عشان الازاز قوي حبتين. هتيجي الحكومه بطياره وتقول له سلم نفسك والمكان كله محاصر والشويتين بتاعهم دول. هيحلق لهم ويطلع لاخر البرج وينط من فوق الطياره ويفرد شباكه ويعرف يكسر الازاز ويخش بقوه الدفع ويلحق الاسانسير على اخر لحظه، وهوب يفلت منهم ويقع معاهم، بس بيلحق نفسه ويلحقهم على اخر لحظه برضه ويخرجهم كلهم. ما يتبقاش غير ليز الاسانسير بيقع بيها، بيلحقها بشباكه وتطلع ويبقى عاوز يبوسها بس الشبكه بتفك ويقع منحوس. وفي اليوم اللي بعده بيكتم المدرسه ويرجع البيت ما يلاقيش عمته الجامده للاسف، فبيقعد مع كارين والبدله ويكتشف انه يقدر يخش على سجلات كل المسجلين ويجيب بياناتهم وان البدله بتسجل كل اللي بيشوفه، فهيعرف يوصل للاخ ده ويعرف منه الصفقه الجديده هتكون امتى وفين، ويطلع المكان سفينه لسه متحركه من المينا. هيروح لهم ويفضل مراقبهم ويبعت عناكب من البدله تمشط المكان عشان يضمن ان محدش يهرب منه. هيتصل بيه ستارك فجاه، بيتر هيكذب عليه ويقول له انه في المدرسه. ستارك هيسمع صوت السفينه ومن كلام بيتر هيترجم ان هو بيحور. بيتر هيقفل السكه في وشه وياخد مفاتيح العربيه منهم اللي فيها الصفقه ويروقهم كلهم. هيلاقي مكتب الاف بي اي كان عنده معلومه عن الصفقه وبعتين قوه تقتحم المكان. هيظهر فجاه الرجل المجنح ويحدف عليهم عربيه ويحرر اللي معاه ويقول لهم اسبقوني على السطح، ويتخانق هو وعنكب شويه، وعنكب بيقدر ياخد منه المدفع اللي معاه ويا ريته ما خده عشان مش هيعرف يسيطر على المدفع، هينفجر منه ويقسم السفينه نصين. هيلصمها بشباك كروكي كده بس بتفك تاني والسفينه بتتفشخ، ويبقى عنكب في النص شادد كل نص سفينه بدراع، وكان خلاص دراعاته هتتفرتك لولا ايرون مان هيجي يلحقه برضه. ومش بس كده، ده هيصلح السفينه ويرجعها كامله مش نصين ويلحمها، كل ده في اقل من دقيقه. بعدها بيجي له في مكان لوحدهم ويقول له انت ما بتسمعش كلامي، انت عيل وانا مكبرك اوانطه، انا هحرمك من البدله. هيقول له لا والنبي ده انا من غيرها ولا حاجه. هيرد عليه ستارك بحكمه هتخيش في دماغه، هيقول له انت لو من غيرها ولا حاجه يبقى انت ما تستحقش تلبسها اصلا. هيفضل فتره مكتئب وتسيطر عليه افكار ان هو فاشل وما بيعرفش يعمل حاجه وعيل وكده يعني. عمته الجامده بتاخده في حضنها عشان تواسيه. يا بخته، يا ريتني كنت انا يا اخي والله العظيم. فبتديله زي طاقة إيجابية كده على الأقل تخليه يرجع لحياته الطبيعية. وبنشوفه بعدها بيرجع لمدرسته ودراسته وأصحابه، وهيتجرأ ويقول لليز إن هو معجب بيها، ويتفقوا الاتنين إنهم يروحوا حفلة التخرج مع بعض سوا سوا. وبيجي يوم الحفلة وبنشوفه متشيك لابس البدلة الألاجة مواردة بيضة، بيرن الجرس يفتح له الرجل المجنح، بوم كشاف ده. وبنكتشف ساعتها إن هو أبو ليز، يعني قليل البخت يعض الكلب في المولد، يوم ما يحب واحدة والدنيا تمشي معاه يطلع أبوها شرير الفيلم. المهم بيتر بيفضل مزبهل ومش مركز مع حد غيره حتى وهم بيتصوروا باصص له. فالرجل المجنح بيوصلهم للحفله بالعربيه، وهم في الطريق بيعرف بالحداقه كده ان هو الرجل العنكبوت، عشان بنته هتقول له ان بيتر يعرف الرجل العنكبوت وبيقابله وعنده منحه تدريبيه عند توني ستارك، وبرضه من نبره صوته وخوفه وقلقه هيعرف ان هو عنكب اللي معاكنن عليه دنيته كل ده. بيوصلوا مكان الحفله، هيخلي بنته تسبق على جوه ويقعدوا على انفراد مع بعض. انت بقى اللي مدوخنا وراك، ويطلع الكابانجا ويهدده ويقول له انت انقذت بنتي عشان كده انا مش هقتلك، بس لو شفتك تاني وانا بخلص اي شغلانه انا مش بس هقتلك، ده انا هقتلك واقتلك اهلك واصحابك واي حد بتحبه، ويسيبه ويمشي. بيتر هيخش الحفله يعتذر لليز ويمشي، وياخد البدله القديمه بتاعته ومطلق الشباك اللي هو صنعه، ويخرج من الباب الوراني يلاقي ابو قبضه مستنيه ويدعكه ضرب عشان غفله ووقع منه مطلق الشباك. هينقذه صاحبه تخه بمطلق الشباك بتاعه، عنكب هياخده منه ويشبك ابو قبضه ويقول لتخه ان الراجل المجنح طلع ابو ليز وان في حوار وانه لازم يتصل بهابي مساعد ستارك يقول له، وهيطلب منه كمان ان هو يتبع الموبايل بتاعه عشان يوصل لمكان الراجل المجنح. صايع كان سايب موبايله في العربيه. تخ هيتصل بهابي هيحلق له ويقول له مش ناقص عيال انا مش فاضلكم لما افضلكم، ويقفل في وشه. ابو العناكب هياخد عربيه الواد الكتله اللي معاه في المدرسه ويروح للمجنح المبنى اللي قاعد فيه، هيلاقيه كان مستنيه ويفضل يجاريه في الكلام لحد ما اجنحته تيجي ويضرب بيها عمدان المبنى كلها عشان المبنى كله يقع على صاحبنا عنكب. وهو تحت الانقاض هيكون عاجز عن الحركه، هيفضل يقول الحقونا الحقونا اغسونا اغسونا لحد ما يفتكر الجمله بتاعت ستارك اللي قالها له، لو انت من غير البدله ولا حاجه يبقى ما تستحقش تلبسها. فهيستجمع قوته ويطلع نفسه من المغرز اللي هو فيه، وبنشوف هابي بينقل حاجات في طياره من مبنى الافنجرز القديم لمبنى جديد. وادي الراجل المجنح بيطير على الطياره وعنكب متشعبط في ديله مش هيحله، وبيقدر يخش الطياره وبيلاقي جوه خيرات ربنا كلها. هيشوف عنكب بيخبط برجله في الجناحات يا دين امي
هيتفاجئ ويتعصب، معرفش ما خدش باله ازاي منه وهو متشعبط فيه من الاول. كل ده يخرج له بره الطياره ويفضل يضرب فيه، الضرب كله بيجي في الطياره لحد ما بتخرب خالص وتبقى على وشك انها تقع وتنفجر. ابو العناكب بيظبط زواياها بحيث ما تخبطش في مبنى ولا تقع في مكان فيه بني ادمين، وربنا بيكرمه ويوقعها في مكان فاضي في الاخر. هيجيله الرجل المجنع بكل غل يعجنه ضرب يطلع البلا الازرق من جتته، ومش هيحله الا لما يلاقي الصندوق اللي هو جاي عشانه اصلا. هياخده ويطير بيه. بيتر هياخد باله ان الاجنحه بتاعته هتنفجر، فبيحدف عليه الشبك ويقول له استنى انا خايف عليك انت هتنفجر. بيقطع الشبكه وينفض له ويكمل في طريقه عادي. يجي يضرب عليه شبك تاني يلاقي الشبك بتاعه خلص، يلا نصيبه بقى. لحد ما الرجل المجنح اجنحته فعلا هتنفجر ويقع، هيجري عليه بيتر وينقذه ويربطه ويسيب جنبه ورقه بامضائه اللي هو انا علمت عليكم بس بعتذر عن الطياره اللي انفجرت. اليوم اللي بعده في المدرسه بنلاقي ليز بتودعهم عشان هتعزل، فبيواسيها ويعتذر لها وهي مش فاهمه على ايه. بعدها المدرس بتاعهم هيقول لهم ان هو عين قائد للفريق بتاعهم بدل ليز. البت ميشيل هتقول لهم قولوا لي ام جي، وهنا نعرف ان البت دي هي قصه الحب اللي جايه. وفي نفس الوقت توني ستارك بيبعت له هابي في حمام المدرسه بيجيبه عنده في مقر الافنجرز الجديد ويوريه احدث بدله اتعملت له ويقول له انا كنت عارف انك تستاهلها بس كنت بختبرك، ودلوقتي هقدمك للناس كلها على انك اجدد عضو في الافنجرز. وولع يا عم. بيتر هيشكره ويقول له ان هو كويس زي ما هو كده، عنكبوت عايش وسط الناس وعايز يفضل حواليهم عشان يدافع عنهم ويجيب لهم حقوقهم. ستارك هيلاقي نفسه متدبس انه يقول للناس اللي مجمعها دي على الخبر المهم اللي مجمعهم عشانه. هياخد من هابي خاتم الخطوبه اللي موجود في جيبه من 2008 ويقول للناس ان هو هيخطب النهارده، يلا اي حاجه تمشيهم. وبيتر بيرجع للبيت يلاقي ستارك بعت له البدله مع ورقه مكتوب فيها ان البدله دي تخصه، فهيلبسها وفرحان بيها. عمته الجامده هتشوفه وكده عرفت ان هو الرجل العنكبوت. وبكده نكون خلصنا الجزء الاول من سبايدر مان. لو عجبكم اعملوا لايك وشير كتير قوي وقولوا لنا رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان تتابعونا اول باول. احلى افيون عليكم.